لو كان خيروك باش تعرس مثلا وجيك جيك مكتوبك جيك واحد مطلق تاخذه ولا نعرفش حسب رايك؟ ليه ليه نصور ليه تتصور لي ما تاخذوش مطلق؟ علاش مثلا ما تاخذوش مطلق؟ ما نعرفش هكا ترى في الوضع كيفاش يعني فما مشاكل وكل شيء ما مطلق سديبون زيد العمر وشنو عنده يبدا صغير معناه مش كبير نعرفش ليه نعرفش اوكي علاش اليوم نظرة الرجال التوانسة للمرأة التونسية المطلقة نظرة خايبة على الاخر علاش يغزروا لها المشكلة منها هي مادامها وصلت طلقت مادام المشكلة منها ليه مش صحيح لكن هذي اللي نسمعوها احنا اليوم ليه مش صحيح هيك ما قلت لك سادي بون يعني مشكلة من شكون ما تنجمش تحكم لين المرأة للراجل يعني علاش المرأة المطلقة في الأوروب ياخذوها ويبداو يستناو فيها ويجريو وراها ايه ما باش يورقوا عاد شنو باش يخرجوا لبرا كهو فما فايدة منها حتى تبدا مطلقة ثلاثة أربع مرات ايه خاطر فيها فايدة فهمت يا كهو هذيك علاش فما ربح في الحكاية فهمت يا كهو علاش على مصلحته معناها وكها احنا ديما كما نعرفوا المثل يقولوا الماء ماشي للسدره الزيتونه اولى به لكن احنا الماء بتاعنا لا ماشي للسدره للزيتونه ما نفهمش في اللمس للحق اي معناها لو ماشي للتوينسه لو ماشي للاوروب ما نعرفش هكاك وين ماشي هو مثل فيك انا بدي ما نعرفش ليه مش بيها المونتاليتي نتاع رجالنا تبدل ولا هي كانت موجوده هكا من قبل اي نصور من قبل الموجوده هكا مي توا ولات تظهر فهمت خاطر الناس كل تعيش هكا من قبل راه مش حاجه جديده وكها مي توا هكا ترى كل شيء ولا على المكشوف كل شيء ظاهر عندك امل باش يتصلحوا ولادنا يا عنا الباهي وعنا الخايب دونك فما الباهي فما الخايب فماش فما الباهي هكا والخايب ان شاء الله يتصلح وكها نقول لهم الرجال اللي خموا هكا اللي خموا مونتاليتي مرأة مطلقة معناها راهي هي بها وعليها ودرا شنو قول لهم ربي يهديكم يزيو ما كاو شو يزيو علاش تخموا هكا وكاهو واحد يبدل نظرته للحكاية وكاهو خاطر مش معناها مطلقة هي بها ولا عليها ولا خايبة ولا حاجة نو سا ديبون كيما قلت لك الحكاية هي شنو اللي لازها باش تطلق اكترا في الوضع كيفاش وكاهو